السلام عليكم ورحمه الله اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في على الطاوله علاقات القوى الدوليه في ضوء مستجدات المنطقه العربيه تخفت اتجاهات القوى الدوليه الغربيه والشرقيه بحثا عن مصالحها فتره وتتضح فترات وفي حالتي التخفي والاتضاح انكشفت في قربها فقط من مصالحها واتخاذها قضايا المنطقه ومصالحها مجرد غطاء او سلم صعود لا اكثر ضربت الاحداث الاخيره موعدا مع الحقائق اكثر مما اراد معدوها لتشتيت الانظار عن احدث مجازرها في المنطقه سنه الانتخابات ام خطط العقود ما يتحكم بالقرار الارجح بانه مزيج بين هذا وذاك والاهم ان دول المنطقه العربيه هم المتضررون جمله وتفصيلا حتى الان على الطاوله بعد الفاصل مجددا اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه اليوم من على الطاوله وارحب فيها بضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الحبابي الكاتب والباحث في العلاقات الدوليه اهلا وسهلا بك والاستاذ علي عبد الباقي المسلماني نائب رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي اهلا, أهلاً وسهلا بك حياتي. اهلا بكما اذا في مستهل حلقه جديده من على الطاوله وفي آه هذا البرنامج نحاول ان نقول الاشياء، نقول الحقائق كما هي ونحاول ان نضع المشاهد الكريم ومن يهمه الامر سياسيا وغير سياسي في في صوره المشهد بشكل اكثر وضوحا. اذا اعزائي المشاهدين شكك كثيرون في عمليات البحر الاحمر الاخيره من جهتيها جماعه الحوثي الارهابيه وامريكا كيف يمكن فهم تكتيكات القوى الكبرى في سياق الاحداث المتلاحقه حول الممرات الدوليه في البحر الاحمر والمنطقه عموما هذا هو التساؤل الاول في هذه الحلقه اذهب به للدكتور محمد الحبابي في مطلع هذه الحلقه تفضل دكتور اسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم قناه عدن ومساء الضيف الكريم ومساء استاذ ابراهيم الاحداث في اليمن بالتأكيد أن اليمن في 21 سبتمبر 2014 بدأت جماعة الحوثي وخاضت حربا كبيرة أسقطت بها الرئاسة اليمنية والرئيس ذهب إلى عدن ومن ثم طلب مساعدة المملكة العربية السعودية وأنشئ التحالف العربي وخاضت المملكة مع التحالف العربي حرب الثمان سنوات انتقلنا للسنة التاسعة نحن الآن في السنة العاشرة الاجتماعات مع مندوبي هيئة المتحدة آخرهم آه، جرودنبرغ والاجتماعات في عمان وخطط آه آه خطة طريق وخطه سلام و الأمور تبحث بين التحالف العربي والجماعة الحوثية وأن يصل اليمن إلى توافق بين جماعة الحوثي والمجلس الرئاسي القيادي بقيادة أستاذنا الغالي اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي وزملاء لذلك التحالف العربي يعمل على هذا المجال ما حصل في 7 أكتوبر 2023 طوفان الاقصى بالتاكيد الاخوان في 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 سرايا حماسه القتاليه من جراء الظلم الذي تاتى عليهم انطلقوا الى غلاف غزه وخاضوا حربا والحرب دخلت في 108 110 الان تمتد إلى 120 يوم قرابه الاربعه اشهر هذا الذي حصل في غزة من انعكاساته أن الجماعة الحوثية قالت انتصارا للحرب في غزة سأوقف الملاحة الدولية وكل السفن التي تذهب إلى ميناء ولكن تفاجأنا أن الأمور امتدت إلى سفن لا تذهب إلى ميناء إلى تؤثر على سفن تتحرك بالتجارة العالمية الحاملات حضرت إلى المنطقة الناقلات التي بها الحاملات على أساس تنقل التجارة قرابه 30 الى 40% تنتقل عن طريق مضيق باب المندب، التجاره العالميه الذي تدخل مع مضيق باب المندب الى قناه السويس الى اوروبا والعالم اكثر من 13 الى 15 الى 20%، لذلك هذه التجاره ليست سهله. طلب من امريكا تحالف 43 دوله أه لم توافق عليه معظم هذه الدول نزلت إلى تسعة أو عشر دول على رأسها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا وأسبانيا والبحرين من دول الخليج لأنها أوذيت من, ض... من قبل جمال الحوثية باعتداء على أحد معسكراتها لذلك هذا الشد بين الجماعه الحوثيه والتحالف الدولي والاقتتال وضرب السفن التي يقال انها تذهب الى ميناء لات واغلبها يذهب الى قناه السويس الى اوروبا هذا الامر ادخل موضوعا يعطل خطه السلام التي نبحث عنها في اليمن لان تعود اليمن الى استقرارها امنها الى فتح مسارات اقتصاديه وسياسيه بين الجماعه الحوثيه والمجلس الرئاسي القيادي ومستقبل اليمن نتمنى ان يعود اليمن تضع الحرب اوزارها يعاد المواطن اليمني ما يحتاجه من الماء والكهرباء والامن والصحه والتعليم الابار النفطيه النفط والغاز في اليمن تنتج 40 ألف, إلى 80 ألف برميل إنتاج ضعيف وهي باستطاعتها أن تنتج 100 و 200 ألف إلى أكثر من ذلك تساهم في اقتصاد اليمن يعود البنك المركزي إلى توازنه العملة اليمنية سنعود ال هذه الأمور هذه كلها يا سيدي أوقفتها التعرض من قبل جمال الحوثية إلى الملحة الدولية الآن الحرب في غزة ستوقف وستكون هناك شروط، هل جماعة الحوثي ستقف أو تستمر في الاعتداء على الملاحة الدولية؟ إذاً آه سنبحث في هذا مجدداً أيضاً، آه إليك أستاذ آه أستاذنا الكريم الأستاذ آه علي عبد الباقي، آه إذا هناك من يعيد الأحداث الأخيرة إلى في المنطقة عموماً إلى خطة مرسومة ربما من عقود وأن الفرصة واتت أم كانت جاهزة؟ هذا تساؤل لا يزال لإعادة رسم معالم المنطقة والسيطرة على الممرات الدولية، ممرات الملاحة تجزئه الدول خصوصا الدول الفاعله معتمدين ربما على تنظير كثير من ساستهم وبالذات يرد هنا اسم معروف بوثيقه برنارد لويس المستشار السابق بوزاره الدفاع الامريكيه. ما الذي يمكن ان تضحي به القوى الدوليه الكبرى؟ اولا هل النظريه نظريه التشكيك في براءه أو تورط القوى الدولية فيما يخص أحداث المنطقة بشكل عام ثم ما يمكن أن تضحي به هذه القوى الدولية في طريق تنفيذ خططها في البحر الأحمر حياكم الله وتحياتي للجميع والضيف بأماتا الأخ الدكتور يعني صراحة أبدع واستعرض نقاط مهمة جدا يعني وأوضحها الكثير يعني من الكلام اللي ممكن نتكلم فيه أنا كيمني ويهمني الشؤون اليمنية بالذات بصرف النظر عن التحرك الدولي في هذا الجانب وما كانوا يخططوا له أو ما يسوونه، نحن كعرب بشكل عام بأمانة لا تخفى علينا المخططات ولكن لنا عندنا العجز في كيفية ترجمة هذه المخططات وتلافيها بأي صورة من الصور، فبالتالي كل الأمور التي تحصل أمامنا دائما ننسبها إلى إلى بما معناه نحن نعرفها. وعارفين الشيء هذا وهذه الامور يعني مجرد يا اما نسميها مسرحيات او نسميها مثلا بما معناه مؤامرات وهكذا لكن انا اعود واقول بحكم ان احنا بحكم اني انا يمني هذه الجماعات حذرنا منها من البدايه يعني خطورتها الجماعه الحوثيه والمليشيات الحوثيه خطورتها مش على اليمن وبس على المنطقه بشكل عام وهذا ما كنا نتكلم فيه الا ان البعض كانوا يفسروا ان كثر ما نتكلم عن هذا الموضوع هو مجرد تضخيم لمكانه الحوثي وتاثيره في علينا كيمنيين وسلب الدوله، لا يمكن يكون هناك يعني في امن واستقرار في المنطقه سواء في البحار او في البر بوجود الا بوجود دوله استعادة الدوله وتعود لها مؤسساتها فبالتالي حتى العالم سيت... سيتكلم مع دوله ذات 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 معنى وقيام دوله ام الميليشيات فيها في كل مكان سواء في اليمن او غير اليمن الميليشيات هو شعارها الحرب والقتل والدمار وهي تعيش على هذا المبدا والحوثي لا يمكن يعيش في حاجه اسمها سلام ولا يعترف يعني حتى مفهوم السلام عنده يعني لا ي... لا يتعب حاله أن يدخل في تفاصيله انشئت هذه الحركه من البدايه بحرب وحياته كلها حروب وبالتالي هو يريد ان يتمدد بهذا الشكل بالنسبه لما العلاقات حصل العلاقات الدوليه العلاقات الدوليه شوف بماذا يمكن ان تضحي هي تضحي لان مصالح الدول هي لا شك انها كل كل دوله لها مصالح ولكن احيانا في مصالح عامه هي تضحي بمصالحنا اكثر مش حكايه مصالح لا حكايه انه مثل الممرات البحريه اول الممر البحري هو هو ممر عالمي ما يخص حتى وان كانت الدوله هذه مثلا مطله على هذا الممر فهي مسؤولية أن تتعاون في هذا الجانب بأي صورة من الصور مش معناته أنه أنا هذا الممر عندي ولازم أتحكم فيه أتحكم فيه مثلا في حكاية يعني تقنينه بالمسموح في حكاية الرسوم وما رسوم أم حكاية أنك تمنع ممر دولي يغذي العالم إحنا متأثرين كلنا وكل الدول متأثرة من تعطيل هذا الممر يعني مش اليمن على اليمن وغير اليمن وكل الدول فلهذا عندما يعترض الآخرون على وجود مشاكل في هذا في البحر فلا لا يعني ان ان الناس مثلا بما معناها انهم يتكلموا على اساس عن موقفهم من الحوثي الحوثي احنا متفقين من حيث المبدا الكل لا كتحالف ولا كايمنيين انه هذه العصابات هي مليشيات تخريبيه واذا لم يتم استئصال هذه المليشيات ستبقى اليمن والمنطقه في حاله حرب دائمه اذا لو جئنا للعلاقه المتشابكه اوضح الشيخ بعض القضايا في هذا الجانب لكن العلاقات المتشابكه شرق وغرب ما هل يمكن ان تتضرر في هذه المنطقه تحديدا وبهذا الشكل والتهديد الجديد الحديث ربما غير مبرمج مثلا في اجندتها او انها يمكن ان تتضرر بسبب التعامل الخاطئ خلال فترات سابقه مع مهددات الامن والسلم الاقليمي والدولي الذي لطالما حذر منه اليمنيون والعرب عموما. المضائق الدوليه المؤثره في التجاره العالميه هي سته مضائق. مضيق ملقا وهو يسيطر على تجارة القادمة من الصين أو الذاهبة إليه أو اليابان أو كوريا الجنوبية إذن مضيق ملقا مضيق هرمز وهو تخرج منه المنتجات النفطية والمشتقات النفطية والنفط والغاز من الخليج العربي مضيق باب المندب قناة السويس مضيق جبل طارق قناة بنما هذه المضايق الستة يمثل منها مضيق باب المندب ثقلا تجاريا ليس بالسهل وقلنا انه يمثل من التجاره الدوليه 12 الى 15 الى 20% 20% من التجاره الدوليه بمعنى العالم يتضرر كذلك هو الرافد لقناه السويس لان قناه السويس هي الذي تنقل الحاويات التي من 30 ل 40% من الحاويات تاتي عن طريق قناة السويس تذهب إلى أوروبا، ونعلم أن أوروبا تؤثر في عجلة الصناعة العالمية، بمعنى صناعة السيارات، صناعة الأجهزة الطبية، الأجهزة التعليمية، الأجهزة الأدوات التي تساعد على الكهرباء، تحلية المياه، جميع هذه الأمور في أوروبا ستتوقف أو ستزيد لأنها ستضطر هذه السفن العالمية السفن التي تنقل هذه التجارة هي عبارة عن خمس شركات أشهرها ميلسك الدنماركية وإيفرغرين التايوانية ولويد هاباج الألمانية وشركة أخرى هذه الشركات ستضيف إلى الضرائب والتأمين. قيمة مبالغ فيها لأنها ستضطر إلى الذهاب عن طريق رأس الرجاء الصالح الرحلة التي كانت عشرة أيام أو ثلاثة أيام أو سبعة أيام ستضيف إليها 12 يوم أو 15 يوم عن طريق رأس الرجاء الصالح الموانئ التي تعمل لتحريك هذه التجارة جنوة الإيطالي روتردام الهولندي هامبورغ الألماني تعطلت الآن لماذا لا تكون الموانئ اليمنية رافض لهذه الملاحة الدولية أه مثل ما تفضل أستاذي أه الضيف الكريم الله علي الله. أن لماذا لا يكون هناك عوائد أه تذهب البنك المركزي اليمني تخدم اليمنيين الموانئ هذه أه تعطي تامين لوجستي وقود انا اقول لنقول ان هذا هذا تحدي داخلي لا ان داخل يوقفها لا شك هذا ربما تحدي داخلي واضح ومعلوم وربما اثار وتداعيات واضحه لكن ايهما يتضرر اكثر في معركه عض الاصبع ما بين الصين وامريكا لنقل بالمفتوح في زاوية من زوايا هذا الصراع الموجود والمستحدث في هذه المنطقة أمريكا يا سيدي هي مساحة 9.5 مليون بها 350 مليون من السكان أبعدها الله عن العالم 9000 كيلو بمعنى تحاط بمحيطين وهي بعيدة دائما من المشاكل لكنها تصنعها لأنها من صناعة المشاكل كما قال هنري كيسنجر يتغذى 350 مليون نعم هنري كيسنجر يقول في كتابه الرسالة في عالم السياسة Low Intensity Conflict الصراعات الصغيرة أمريكا تنميها عن طريق استخباراتها واستخدام آه العصابات والميليشيات كالحوثي، كحماس، كحزب الله، كالحشد العراقي، كالجماعات في نيجيريا، هذه الجماعات آه هناك تخادم بينها وبين أجهزة المخابرات العالمية لأن الدول عندما تطلب الأمن يا سيدي الأسطول الخامس في منطقة الخليج والأسطول السادس في المنطقة المنطقة الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط هناك أرضية، أرضية الأسطول الخامس في منطقة الخليج قيمتها 465 مليون دولار تدفعها الدول المستفيدة من هذه الحماية بمعنى إذا لم يكن هناك مهدد هل تحتاج إلى حماية؟ بالتأكيد لا تحتاج، لذلك هذه الجماعات نعم تخدم الولايات المتحده الامريكيه حتى الضربات يا سيدي آه يقال آه ضربت امريكا وبريطانيا الجماعه الحوثيه في ثلاثين موقع واصابت ودمرت. اذا لماذا عم. ديفيد كاميرون وزير الخارجيه البريطاني ووزير الدفاع البريطاني يبلغ الجماعه الحوثيه قبل الهجوم ب 48 ساعه اخلوا مواقعكم يا سيدي من يضحك على من؟ لذلك انا اقول الجماعه الحوثيه هي صناعة إيرانية وإيران صناعة أمريكية وأمريكا وبريطان وبريطانيا عن طريق جميع المخططات الذي كما ذكرت منها المفكر برنارد لويس الأمريكي من أصل بريطاني وبرنارد ليفي صاحب الربيع العربي أو العبري أنا أقول هؤلاء الذين يخدمون الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وروسيا لا تظن أن روسيا صديقة إلى حد نعم. بعيدة والصين هذه الدول دائما تستفيد من لكنها اليوم تتشاكس في هذه المنطقه بالتأكيد. اذهب اليك استاذ علي عن تصنيف الاداره الامريكيه الاخير لجماعات الحوثي جماعه ارهابيه والدكتور تعرض لان هذه الجماعات هي ربما تم بنائها وتنميتها وصناعتها استحداثا اذا صنفت كجماعه ارهابيه شكل لم يقبله اي اي من المفكرين ولم صنفت المره الثانيه وتصنيف المره الاولى وتصنيف صنفت درجه ثانيه ايوه وفي اشهر بسيطه جدا عادوا هذا سحبوا هذا التصنيف وبالتالي اضر بال بال اضر بنا واضر بالشرعيه هذا الامر فبالتالي عندما تعرضت مصالحهم لاي سبب من الاسباب اعادوا واسموها الى انا ممكن مع اي طرح ان تكون بعض المنظمات هل هي تضررت مصالحها؟ عفوة. انا اريد ان اقف على هذه النقطه، م. هل تضررت مصالحها <applause> ام انها استحدثت هذه العملية في هذه المنطقة لأغراض معدة, معدة سلفا وملحوثي وتهديده للملاحة وأخذه للسفن حتى أن السفينة قيل أنها تم تسليمها تسليما كثير مما راجع وانتشر في الإعلام وفي مراكز بحث ودراسات وأثبت أيضا أن كثير من الهجمات الصاروخية الحوثية أيضا كانت عبارة عن صور مفبركة وقديمة وبالتالي هي إعلانات إعلامية في بعض زواياها أه هل تضررت مصالح الدول حقيقة أم أن هنالك ملعوب في الوسط؟ على أي حال في كل الأحوال الدولة الأمريكية هي في كل الأحوال حتى وإن لم تضر مصالحها بشكل مباشر أنا بعتبر أن الخطوط البحرية أو الممرات البحرية هي تأثر على كل العالم ولكن أمريكا قد يكون أنها يعني تحس في خدش في 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 كبرياء امريكا ومكانه امريكا مثلا انه تقوم مثل هذه المنظمات الارهابيه مثلا بعمل ما فعله في في الممر هذا وهذا يعني امريكا احنا كثرنا يعني سمعنا الكثير من 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 التوضيحات في هذا الامر ويجتهدت في كل الاحوال قد تصيب وقد تخيب انا كقناعتي كشخص الان اتكلم انه ما يحصل في البحر الاحمر هو حقيقي هو حقيقه ثابته وفعلا الموضوع فيه خلاف موجود في الموضوع هذا والحوثي هو يعني مش حكايه انه كثر عروبته تدفعها الى ان يكون في هذا المشهد الحوثي هي فرصه فرصه اتيحت له ويريد بكل ما عنده ان تكون حقيقه هذا الامر ويضرب ويتبهذل في هذا الموضوع من اجل يصور للاخرين والشارع العربي بانه قومي عربي وانه صاحب شرعيه موجوده الان ويتم حرب التم للتحالف العربي وما ادراكه فلهذا يجب علينا ان نقطة آه 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 النقطة وضحت انا اذهب الى الدفاع. في نقطة عفوا أريد, اريد ان أرجع أن عليها قبل انا لا اسمي اي 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 منظمة او اي مقاومة فلسطينية لا اسميها ارهابية في ظل انها يعني تتعامل مع الاحتلال الاسرائيلي لا احد يسميها فبالتالي بي لا بي فعلا واذا كان لامريكا مثلا ان تصنع هي تصنع في مؤامرات في العالم صحيح ولكن لا يجب علينا ان احنا نطلق على اي مقاومه فلسطينيه سواء مكون يكثر او يقل بانها منظمات ارهابيه اطلاقا. سن سنعو... آه... هذا الموضوع واضح ربما عروبيا آه... متفق عليه آه... الى حد كبير. آه... ما شذ هو الامر القليل في هذا الامر، اذهب الى الدكتور وعن جديه ما يحدث في البحر الاحمر، ما هي معايير الجديه؟ آه... اليمنيين كانوا على مشارف صنعاء وكانوا على مشارف الحديده وتم اصدار في امريكي بريطاني عن تحرير الحديده وعن تحرير صنعاء، اذا ما الجديه وهل من ضمن هذه المعايير اذا كانت هذه جديه وهنالك خلاف حقيقي والضرب الذي يحصل من الامريكان ليس عبثي او هو حقيقي لماذا لا تدعم الحكومه الشرعيه لاستعاده دولتها وتنتهي هذه القصه ابتداء ونهايه؟ هناك ثلاثة أمور يجب أن لا نغفلها في هذا النقاش خطة لاريسون خطة لاريسون وهو توزيع 2 مليون ثلاثة من عشرة من سكان غزة على مليون إلى مصر 500 ألف إلى تركيا 500 ألف إلى العراق و 250 ألف أو 300 ألف إلى اليمن هذه خطة لاريسون قيلت ولو استطاعوا أن ينفذوها لنفذوها كذلك إخراج أهل غزة من غزة ووضعهم في 60 كم مربع من سيناء ومقابل ازاله ديون مصر والتي تقدر ب 165 مليار طرح هذا الموضوع الامر الاخر المبرر الاقتصادي الذي نوقش في قمه العشرين والذي يبدا من الهند الى الامارات مرورا بالسعوديه الى الاردن الى اسرائيل يغذي اوروبا ممرا اقتصاديا بعيدا عن التوترات في البحار كذلك خطة السلام التي تجمع بين الجماعة الحوثية والمجلس القيادي الرئاسي هذه الأمور الثلاثة أنا أقولها بصراحة طوفان الأقصى عطل التقارب السعودي الإسرائيلي الذي كان مشروطا أن تقوم الدولة الفلسطينية دولتان دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وكيان دولة فلسطينية وافق عليها الفلسطينيين ومن ثم بعد ان تكون هناك دوله فلسطينيه معتبره محميه واقعيه مؤسسه معترف بها العالم الدوله الفلسطينيه سيد الان ليس معترفا بها من قبل 194 دوله في هيئه المتحده الا ب 30 دوله تعترف بمنظمه بال... بال... التحرير الذي تقود الدوله الفلسطينيه يمنيا نشبه الحوثي بالاسرائيلي لانه ينقض الاتفاقات ف يعني اي علاقات عربيه قامت مع هذا الكيان الغاصب لم تخرج الى نتيجه وكثير من الاتفاقات لا يستفيد منها العرب فقط ينفذ ما يخدم لكن هناك نقطه استاذ ابراهيم طوفان طفل. الاقصى عرفت حماس انها ليست من ضمن برنامج الدوله الفلسطينيه بعد التوافق السعودي الاسرائيلي لذلك قامت بطوفان الاقصى الجماعه الحوثيه في عودة اليمن في خطة السلام علمت أن المقاعد السياسية التي ستأخذها ستعود لحجمها السابق 4 على 6% بمعنى هناك 18 طيف سياسي في اليمن لذلك قامت بالاعتداء على الملاحة الدولية كذلك مشاكل إيران الاقتصادية نعود إلى جدية ما يحدث في البحر الأحمر وباب المندب تحديداً هل الامريكان هل الأمر جاد؟ هل, الامريكان والبريطانيين جاهزون للتعامل مع الحدث بجديه أو ام مستفيدين منه؟ ام مستفيدين وهنا في ضوء معيار اساسي وهو دعم الحكومه الشرعيه المستفيد نعم المستفيد من هذا من هذا الوضع مما تقوم به الجماعه الحوثيه هي ايران وروسيا بالتاكيد تخفف عليها الضغط في حرب اوكرانيا الصين متضرر وان كان يعالج اموره بطرق اخرى ولكن الولايات المتحده الامريكيه لا تضرر المتضرر الكبير في هذه الازمه ازمه الملاحه الدوليه هي اوروبا واوروبا يا سيدي الان صوتها في التاثير على مستوى العالم صار غير مسموع بمعنى العالم الان تتقاطعه ثلاث قوى أمريكا روسيا الصين أما أوروبا فاختفت وأوروبا قارة القارة العجوز وخرجت منها معظم الاختراعات ومؤثر في الاقتصاد الدولي ولكن أوروبا الآن مشتتة لمن... ربما البريطانيين على... يضمنون مصالحهم مع الأمريكان يتشاركون آه مع الأمريكان وبمنع آه عن ب... الأوروبيين. آه. بقية الأوروبيين آه آه لهم آه اذا اعود اليك للتعليق على الجدية وكيف يمكن ان يكون جادا اكثر فيما اذا دعمت الحكومة الشرعية آه هل هو مؤشر؟ وهذا هذا هو كان المفروض مم. وانا و... لم يحصل المفروض ماذا أم... ما, مع... أقول ما لك المعنى؟ ال... الش... الشرعية اليمنيه اذا لم يتم دعمها كشرعية لن ينتهي الحوثي هذا لان العصابات هي تبقى بهذا الشكل نحن نقدر نشكك في الدور الامريكي عن تحليل شخصي <applause> لماذا الحوثي ما الامريكا ما تستهدف القيادات الحوثيه لان القيادات الحوثيه انتهاء القيادات او القبض عليهم او نهايه المشروع هو نهايه المشروع مساله الطيران يقوم يضرب في اماكن معينه يعني مثلا لو, لو لا. تكلمنا عن المعالم اللي ضربت مثل قاعده الديلمي وش هي هذه القاعده هي مجرد يعني انفاق فيها اسلحه تخزن فيها ما فيها اي شيء ضرب ضربها التحالف يعني هم يضربوا المضروب فبالتالي لا تاثير لهذا الجانب الا ان الحوثي من خلال هذه الضربات يفرش أكثر وأكثر وحتى إنه ويعاد يقوم تدويره داخل المشهد اليمني هو مشكلة انه إن هذا الأمر انه يجعل الحوثي انه يكثر يتمدد في اليمن أكثر وأكثر إذا لهذا نعم. نحن عندنا في الشرعية فيه يجب ان نكون واقعيين ليست ونحن الشرعية من الشرعية تريد الدعم تريد أن تنتهي منه الإشكال في من أدار اللعبة الآن ويديرها تمام هل جاد هل ستذهب وشاهدنا في الاسبوع الاخير اجتماعات كثيره لرئيس الجمهوريه مع سفراء هذه الدول الكبرى م. كثيرا، هل هنالك دعم حقيقي للحكومه للعوده الى منابعها؟ ربما يتسنى لنا العود والتطرق لبعض هل انتم لاحظتوا شيء معين؟ م. احنا يعني متفقين ان الشرعيه وقياده الشرعيه هي تمثل الشرعيه اليمنيه. لا. لكن يجب عليها أن تعطي دور أكثر أنا كيمني ومكون سياسي أطالب القيادة السياسية اليمنية أن تكون أكثر تحرك فبالتالي لو فرضنا أنه نأخذ على بعض المآخذ عندما استأثروا يعني قرار صدر من الأمن الدولي في ضرب الجماعة الحوثية لم يصدر البيان باسم الجماعة الحوثية بل كان في ضرب اليمن في تعطيل الملاحة الج... وهذا غلط جدا <applause> لماذا ما يتم الموضوع الدور التعديل لا يقولوا الفعل. اليمن الان كل العالم الخارجي اللي يعرف عن الموضوع يتكلم عن الموضوع يعني الطرف الثاني هو و... اشكال وهناك نعم صحيح نعم. انا سأعود اليكما بعد الفاصل وسينضم الينا اذا ضيفي من مصر بعد الفاصل اعزائي المشاهدين نعود على الطاوله مجددا اهلا وسهلا بكم اذا اعزائي المشاهدين في المحور الثاني عن استراتيجيه البحر الاحمر والبوابه الشماليه اذا تبدو مصر اكبر المتضررين من مستجدات المنطقه وقد انعكست على الاوضاع المعيشيه كانهيار العمله المحليه وتراجع الايرادات ومهددات اقتصاديه وجيو سياسيه كبيره وواضحه كيف تتعامل مصر مع ما يجري وما هي الخيارات اذا اذهب ل إذا الضيف ليس جاهزا أذهب بهذا التساؤل إلى ضيفي في الاستوديو أبدأ معك الدكتور كيف تتعامل إذا مصر مع ما يجري ما هي الخيارات أمامها في ظل هذا التعقيد السفن الذي تمر من قناة السويس تقدر بقرابة 17 ألف سفينة للربع السنوي أو نصف السنوي يمر مع قناة السويس آلاف السفن بالتأكيد إذا راجعنا آخر شهر الذي انتهى ودخلنا في الشهر الثاني لعام 2024 شهر فبراير شهر يناير الماضي كان عجزا بمقدار 45% من السفن العابرة بمعنى أن السفن الناقلات العالمية الشركات الخمس التي تنقل تجارة العالم تأثرت وحولت تحرك السفن إلى خارج مضيق باب المندم من جراء التعرض الحوثي للملاحه الدوليه. مصر تاثرت واقتصادها من قناه السويس يدخل لها في السنه من 10 الى 15 مليار دولار بمعنى كما تفضلت العمله المصريه الجنيه المصري في ارتفاع وقيمته في هبوط وهناك كلام عن تعويم العمله، هناك قروض من لمصر من البنك الدولي وتاثر كبير. الخطه في مضيق باب المندب تؤثر من عده امور هي مؤثره عن... لكن كيف تتعامل مصر نعم هناك بحث عن انشاء قناه اسمها قناه بنغوريون تمتد من ميناء إيلة. ايلات اللي هو عربيا ميناء ام رش يمتد إلى البحر الأبيض المتوسط ويلغي قناة السويس ولكن لسوء حظهم وحظ الأخوان المصريين أن هذه القناة الأمور صعبة لديها جرف ولديها مناطق مرتفعة وليست كما ممهدة كما قناة السويس وقناة السويس هي قناة عالمية تعتبر من المضايق الستة الدولية وتؤثر على التجارة العالمية تأثر مصر واوروبا والسوق كبير كبير جدا ومؤثر في الاقتصاد كيف تتعامل مصر يجب ان تساهم بثقلها السياسي مع القوى العظمى بالتاكيد امريكا وبريطانيا في التفاهم مع ايران بان تجعل جماعه الحوثي ترعوي ونعود الى مو الال... ال... ال... اللي حرك الحدث وهو طوفان الاقصى يجب ان تحل قضيه غزه بايقاف الحرب واعاده الاعمار وانهاء هذه المشكله وبالتاكيد حل الدولتين الدوله الفلسطينيه والدوله الاسرائيليه آه هو حل يوقف الحرب آه في في فلسطين ويؤثر على الاقتصاد العالمي بمعنى المشكله ليست في خروج الجماعة الحوثية على الملاحة الدولية الأصل أنهم تحركوا لأن طوفان الأقصى بالتأكيد ألمنا جميعا القتلى من الفلسطينيين وعشرين ألف أغلبهم من الأطفال والنساء الجرحى فوق 60 إلى ثمانين ألف الحرب لم تنتهي دخلت في شهرها الرابع والعالم ينظر بعين غير عادلة يتعامل بمعيارين أو بميزانين مع إسرائيل على أن محكمه لاهاي المحكمه الدوليه جرمت اسرائيل وطلبت ما يثبت انها ما قامت به ليس جينوسايد ليس اباده جماعيه وعنصريه ولكن الان ما زالت الحلول في غزه لم تاتي ل يكون من تداعياتها توقف التاثير على الملاحه الدوليه في مضيق باب المند ساعود اليكم في الاستوديو اذهب الى ضيفي وارحب به الاستاذ علي الحوفي وهو باحث في العلاقات الدوليه من مصر اهلا وسهلا بك اهلا بحضرتك حياكم الله اذا ربما تابعتنا في بعض اجزاء هذه الحلقه وجئنا الى المحور الثاني عن استراتيجيه البحر الاحمر والبوابه الشماليه وتضرر مصر من هذه المستجدات التي حصلت كيف تتعامل مصر مع كل ما يجري ما هي الخيارات المطروحه حاليا مصر الان تتعامل بشكل اكثر دبلوماسيه لحل الازمه خاصه في ظل التصاعد الخطير لاحداث البحر الاحمر والتي ستؤثر على قناه السويس تاثيرا كبيرا وهي احد المدخلات العمله الصعبه المصريه الان مصر تتعامل بشكل اكبر من اجل وقف على اطلاق النار في القضيه الفلسطينيه المسبب الرئيسي للاحداث في غزه هناك ايضا التعامل بشكل اكبر في المبادرات الانسانيه من اجل هذه الاحداث مع زياره بلينكين الى الشرق الاوسط والتي مزمع انطلاقها غدا في زياره تختص السعوديه وقطر ومصر. هناك ايضا محاولات مع الولايات المتحده الامريكيه وفرنسا مع وزير الخارجيه الفرنسي من اجل وهذه هذه العمليات العمليات زادت اكثر عندما اتخذت القوات الامريكيه ضربات هي او بريطانيا في الميليشيات الحوثيه وضرب العديد من القواعد في اليمن بدات العديد من الرد على السفن اختيار بدل ما كان الميليشيات الحوثيه تقصف السفن الاسرائيليه فقط اصبحت جميع السفن في البحر الاحمر هدفا اساسيا لها سواء تتبع اسرائيل ام لم تتبع اسرائيل. اذا الحل الان هو حل القضيه الفلسطينيه، يجب الان وقف اطلاق النار بشكل فوري في فلسطين، الاتجاه الى تبادل الاسرى، الاتجاه الى حلول اكثر تنميه وسير في مبادرات من اجل وقف اطلاق النار بشكل كامل والاكل دوله فلسطينيه وهناك في غزه وفلسطين بشكل اكبر حل الدولتين كالمبادرة ماذا العربية والمبادرة الأوروبية الآن ربما ربما طرح هذا في الاستوديو ربما تابعتنا لكن ماذا لدى مصر تحريك هذه القضية والوصول إلى نتيجة ربما هي الأكثر تضررا أيضا ما مصير العلاقات العربية المصرية خاصة مع القوى الغربية في ضوء استمرار تضرر الأمن القومي والمصالح المصرية ماذا لدينا من ملفات يمكن وضعها على الطاولة حتى لا تتدهور الأمور أكثر وتسوء أكثر تفضل القوى الغربية هي ليس أهمها أهم مصر أو أمنها مصر هي القوى الغربية ولذلك هي قلت ماذا فيه لدينا فيه من ملفات ماذا لدينا من ملفات ربما عبر الجامعه العربيه ربما عبر مصر ربما عبر كثير من الامكانيه اين لدينا متاحات وخيارات ممكنه لاعاده الامور الى بعض نصابها مصريا على الاقل الان مصر تجري العديد من المحاولات من اجل وقف اطلاق النار هي ترعى مع حماس والسلطه الفلسطينيه وقطر واسرائيل وهناك ايضا المخابرات الامريكيه موجوده من اجل اجتماعات من اجل وقف اطلاق النار بشكل كامل. ثم الاتجاه الى ذلك الى امن البحر الاحمر الان هو الاهم والهدف الاساسي هو ايقاف اطلاق النار في غزه من اجل وقف العمليات او وقف المسببات التي كانت تدعيها الميليشيات الحوثيه انها هي السبب الرئيسي لعملياتها في البحر لما. فإذا نجحنا في هذا الهدف الرئيسي وخلال الاجتماعات التي كان من المزمع أن يأتي رئيس أو وفد من حماس إلى القاهرة للمناقشة وتم تأجيل ذلك وتم عقد العديد من الجلسات في قطر من أجل هذا هناك محاولات كبرى من أجل وقف إطلاق النار بشكل أساسي المشكلة ربما ليست حماس المشكلة المحنة. إسرائيل المشكلة إسرائيل وليست حماس. إسرائيل هي الضغط من يساند إسرائيل؟ هو الولايات المتحدة الأمريكية. من يساند إسرائيل ويجعلها أكثر عنفاً؟ هي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. الآن مصر تتجه إلى هذا الرئيسين سواء الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي بزيادة التعامل وزيادة الاتصالات اليومية وزيادة حتى الزيارات لنشر ما يحدث في غزة. العالم كان في ظاهره اولا يتعاطف مع اسرائيل، اما الان العالم راى الحقيقه انكشف العالم انكشف وربما نتمنى ان, أن يزداد انكشاف نعم، اشكرك جزيل الشكر الصحفي علي الحوفي الباحث في العلاقات الدوليه من القاهره، كنت معيدا في مجريات المحور الثاني من حلقتنا، اعود اليكما ضيفي الكريمين في الاستوديو، الشيخ علي مصير العلاقات العربية المصرية خاصة مع القوى الغربية في ضوء هذه المستجدات واستمرار ايضا تضرر المصالح القومية والامن القومي المصري والعربي، كيف يمكن ان تتواجد الضغوط العربية، الملفات، الاوراق حتى يتم ايقاف هذه القضية عند هذا الحد؟ صحيح، أولا أنا في تصوري أن المشكلة مش مشكلة بين مصر والدول الاوروبيه بقدر ما هو المشكله عندنا في الوطن العربي بالذات في هذه المنظمات الارهابيه الموجوده اللي تشكل علينا نحن انفسنا مسلم هم صنيعه هم هم صنيعه هؤلاء احنا نقول هم صنيعه هؤلاء ولكن في كل الاحوال اذا ارادوا اردنا احنا كعرب انه نقطع دابر هذا هذه المشكله وحتى مش شرط ان احنا يعني كل مؤامره يعني تحاك ضدنا ان احنا بس نفهمها ولا ن... ولا نقعد ندور على حلول لها. الحل الرئيسي في هذا الجانب انه نقضي على مليشيات مثل مليشيات الحوثي، اذا قضي على هذا الامر فالامر المشكله مش مشكله الان ما... 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 احنا كعرب مش مشكلتنا مصر، احنا عندنا مشاكل كثيره جدا يعني ولكن مصر نعم كل المنطقه مصر ليش هي اكثر خساره في هذا العمل اللي حاصل الان؟ بحكم الهاء ايرادات قوميه من من نعم من المر اما نحن فمتوقفه بالمرة كل كلنا متوقفه بالمرة حتى احنا يعني بما معناه الشعب اليمني مثلا الشعب اليمني الان هو قده مشكله يعني عنده مشكله قبل هذا هذه المشكله اللي في البحر الاحمر في مساله كيف تامن قوته وفي في ظل وجود تسع سنوات حرب فبالتالي اصبحت الامور كلها على كاهل المواطن اليمني اذا نحن نقول واجدد وهذه دعوه ضروري من اراده وطنيه ضروري سياسيه يمنيه نقول انه دعم الشرعيه اليمنيه دعم الشرعيه اليمنيه في التصدي للحوثيه اسلم طريقه لانهاء الحوثي هم حكايه الطيران وضرب الجبال الشاهقه في اليمن لا تجدي نفعا ولا تحقق شيء اذا هذه الرساله وصلت اعود في تساؤلي الاخير الى كليكما ابحث معك عن الاجابه في المستهل كيف يمكن تفسير اذا استراتيجيات السيطره والاضرار بالمنطقه وربما اطلعتنا على بعضها وتكتيكات ايضا المحاوله والفشل من قبل انجاز تعبير القوى الدوليه الكبرى يعني ربما منيت بعض الفشل في بعض اوقاتها وتوقفت كمشاريع التقسيم الذي لطالما اشتغل عليها الامريكان والغرب عموما لفتره طويله. اذا افترضنا اذا بان عمليات القوى الكبرى في المنطقه ناجمه عن تحويرات للخطط بناء على فشل بعض اجزائها، كيف يمكن اذا السيطره على تفسير هذه الاستراتيجية آه لنتكلم عن موضوعنا الرئيسي الليلة اللي هو آه الاعتداء علي الملاحة الدولية ومشكلة البحار الحدث 7 اكتوبر 2023 طوفان الاقصى آه تداعيات الحدث الجماعه الحوثيه لتنصر اهل غزه نست موضوع اليمن وقضيه اليمن والتصالح مع المجلس الرئاسي القيادي وإعطاء المواطنين اليمنيين حقوقهم الى الانتصار لاهل غزه، كان اولى بالجماعه الحوثيه ان تنتصر لاهل اليمن وتتصالح وتعود الى وضعها السياسي ويستقر العمل و يقول آه... الاستاذ آه... ان لا فائده لا فائده أنا... انا انا قد اختلف مع الاستاذ علي في بعض الشيء في الجماعه الحوثيه و الف يمني نعم. تسببت هذه الميليشيات في قتلهم ترعوي في لحظه أه وفجاه لا, لا 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 اختلف معك ولكن انا اقول ان أه يجب محادثات السلام كلها التي أه انطلقت في عمان الى الرياض تنادي بعمليه الاحتواء لجميع الاطياف السياسيه اليمنيه الحساب هذا شان يمني قد ياتي لاحقا ولكن انا اقول يجب ان تعود صنعاء الى وضعها السياسي والاستقرار وان تكون عاصمه يمنيه تؤدي وضعها وقرارها من خلال عوده صنعاء وهذا لا ياتي ب آه السباب او المشاكل او آه بالتاكيد نعلم كل الجرائم التي قامت بها الجمال الحوثيه ولكن يجب حاليا عمليه الاستيعاب والاحتواء هذا ما يبحث عنه التحالف انا اقول ان آه الحدث آه من آه من وضع آه هذا العرض الجماعه الحوثيه يجب ان تعود آه عن عن التعرض لمنحه دوليه وتعود لما هو مطلوب منها حضرت اجتماعات في الرياض لتمرير خارطه الطريق وخطه السلام وموضوع اليمن، اما موضوع فرصه فرصه هناك ما سيقوم عليه اذا فرصه اذكر بان الميليشيات الحوثيه قامت بهذا الاستحداث وهي تجري في نفس الوقت المحادثات المحادثات هنا ربما مؤشر خطير ايضا عن الاستراتيجي في منطقه البحر الاحمر وعن التكتيك كلمه اختنى. انا اولا انا اريد لا اختلف مع الدكتور لان احنا يعني في كل الاحوال احنا اليمنيين والمملكه العربيه السعوديه لا يمكن لنا ان نختلف ولا يمكن ان نجحد ما قدم ما قدمت المملكه يعني اليمن بامانه في كل الاتجاهات فبالتالي اريد اصحح معلومه نحن نقول انا وجهه نظري معه هي مش مختلفه الفرق في الموضوع انه قد يكون هو لا ينظر انه الحوثي غير يعني غير صادق في كل الاتفاقيات التي يعملها فأنا أتكلم لو سألت سؤال مباشر ما هي الضمانات التي تجعل هذه الاتفاقات مع الحوثي أن تمشي كما هو المطلوب إذا في ضمانات بيقدر يأكد لي الدكتور أنه في ضمانات اللي تجعل الحوثي أن يوفي بهذه الالتزامات والاتفاقيات فأنا بكون معه على طول ولا يختلف معه في شيء ما لم تكون هناك ضمانات في الكلام والنداء والترجي إذا نعود لا حلقة ولا, حلقة. ولا والحوثي لا يمكن يجيب بمسألة أنه أنا أو غيري ينظر له ويقول له أنت مفروض يا الحوثي أنك تعمل كذا كذا نحن توافقنا هو هو ثلاثة الكلام هذا ولا يفهم الكلام هذا توافقنا نعم. ثلاثتنا بأن هذه الميليشيات هي عبارة عن صنيعة بالضبط. وأن الأحداث ليست المخطط لها ولا الصانع لها وأنها فقط عامل من العوامل وأداة من الأدوات نعم. عن الاستراتيجي والتكتيكي في هذه المنطقة إلى أين يخلص كما ترى أنت الآن أنا أعتقد أنه حتى محادثات السلام اللي ممكن تصير في في مثلا وقف اطلاق النار في غزه، نحن لا نريد هو محدثه اطلاق النار هذا قد يتم حتى لو الحوثي ما دخل في الموضوع من الطبيعي جدا انها لازم تنتهي هذا الحر الحرب اللي حصلت وكان الحديث وكان الحديث عن عن هذا الامر وكان للدول العربيه فرصه اكثر في هذا الموضوع وضغط اكثر ولكن الحوثي الان بيعتبر وكل اللي ان أن, أن, ان اي توقيف لهذا الحرب انه بسبب الضغط اللي عمله الحوثي وبالتالي اصبحنا اصبح إيه؟ متنمر اكثر واكثر وبالتالي اصبح مناطق يا جماعه يجب ان نتكلم يعني ب ب بعقل اللي ما هو حاصل ونشخص شيء حاصل، ما نريد احتمالات أنه ممكن يصير كذا وكذا. الحوثي منظمة إرهابية عالمية وخطرها على العالم. إذا لم تدعم الشرعية اليمنية في استئصال هذا الخطر فلا فائدة في هذا الكلام كله. اشكركما جزيل الشكر الدكتور علي الحبابي او الدكتور محمد الحبابي معذره الكاتب والباحث في العلاقات الدوليه وايضا الاستاذ علي عبد الباقي المسلماني نائب رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي كنت كنتما معي على الطاوله في حلقه اليوم اعزائي المشاهدين اشكركم على المتابعه والتقيكم في حلقه قادمه انا ابراهيم الضافي أمان